صباح النور العائلة، وصباح الخير، وصباح الياسمين، وصباح الورد على الناس الزوينين. اليوم غنشارك معكم واحد الروتين اللي فاعل تارك زوين بزاف، روتين ديال المغربيات والعيالات الحادقات، وتبارك الله عليكم. غنعطيكم واحد الطاقة إيجابية والحداقة نعم ديال اليوم. صافي، بديت بالفطور هو الأول، والدراري تتعرفوا الدراري ملي تيكونوا في الويكاند جالسين، رحنا كيف ما متعودين عليا ديما اختي كتبدع عليهم وتصايب ليهم وتفششهم، هما هادو الوليدات. هنا بديت ليهم بلي كوفغ، هما الاولين عندي في هاد لي كوفغ البنات. فايت انا مشاركه معكم في القناه، ولكن ما فيها بس الناس الجداد نعودوا معاهم المقادير، علاش لا، ومرحبا بكم والف مرحبا. عندي جوج بيضات، نص كاس ديال سنيده، نص كاس ديال الحليب، رابعه كاع سمحوا لي، ربعه المعالق ديال الزيت، واحد ربعه المعالق ديال الماء، وجوج كيسان ديال الدقيق، وخماره وحده. تنتمنى نكون ما نسيت والو، وانتم شفتوني تنخوي المقادير قدامكم، عقلوا معايا. صافي، هنا البنات ملي انا نخوي كل شيء في داك الاناء وترونه، ما نحتاج نطرب شي حاجه ولا عاد نبقى نحزر فيها، راه غتصدق غير بحال هكا. صافي، داك الخليط ديالي هو هذا القوام ديالو. وصافي، هنا غندوز الاله ديال لي كوفغ اللي دهنتها بالزيت وسخنتها قبل ما نبدا نخلط الخليط ديالي، غنخلي وخليتها باش ما يلصقوش ليا لي كوفغ. ولكن واخا عارفه لي كوفغ تيلصقوا في الاول، الاولين ديما تيلصقوا، ولكن غنحاول معاهم بشويه بشويه. غناخد اما لا كوردو، ولا غناخد دوك العويدات ديال اللي تنديروا بهم قطبان ديال الخشب، وغنزولهم بشويه بشويه. هي السر ديال الماكينه ديال لي كوفغ هي تسخن مزيان. الاولين تيكونوا باقا الماكينه ما سخناتش مزيان، ولكن ملي تتسخن تيوليو ساهلين باش تزولوهم، يعني مش ما فيهاش صعوبه. كيف ما شفتوا معايا هنايا راهم تهزوا للفوق، بغاو يديروا الطياشه، تهزوا الفوق. نتوما عارفين لي كوفغ غيبقاو لتحت، ولكن هما لصقوا الفوق، وغنحاول معاهم بشويه بشويه بداك العويد كيف ما قلت لكم، وراهم ما غيلصقوش ليا، وغنزولهم بسهوله. هنا البنات ملي غيطيبوا ليا دوك لي كوفغ، غنحاول نشوف اشنو عندي في الثلاجه باش غندهن ليهم لي كوفغ، ونصايب ليهم شي صوص ديال سي سمحوا لي، شي صوص ديال شوش ما بغاش تخرج ديال الشوكولا. نتوما تعرفوا الدراري تيحماقوا على الشوكولا. صافي، لقيت عندي مازال الشوكولا، راه غنصايبها ليهم. اللي لقيت الكوفيتير، انا نتوما كيف ما تتعرفوا عليا ديما، راه اختكم اللي لقات راه غتعدي بيه، راه ما انا ما نخرجش ونتعذب ونمشي نشري شي حاجه، نجري باش انني نبقى عاد نتجبد على الحاجه، ولا خصني نديرها بداكشي اللي خصها تدار، لا باش ما كان تنقضي وهي غاده. هادشي اللي كاين، الواحد هو يكون تيديباني ويكون يحاول انه من واحد الحويجه صغيره يخلق شحال، يخلق شي حويجه اللي تكون بسيطه وفي نفس الوقت تفرح وليداتو، وتكون حاجه تتعاطيه للعين. هذه هي المرأة اللي تنقولوا انها تخلق من كل شيء من لا شيء. هادشي اللي كاين. قضيت البنات الحليب، كاس مع مرش ديال الحليب، وغنضيف عليه واحد المعلقه كبيره. كيف ما تشوفوني كنخدم عادي، راه كنخدم غير بيديا. هاد الشوكولا البنات راه من النوع الجيد، خديته هكا باش نعود نصايب للدراري، وغنديرو فوق البوطه، وغنزيد عليه معلقه ديال النشا باش انه يختار ويولي صوص، ونديرو فوق لي كوفغ. هنا البنات خديت الخبيز ديالي، هاد الخبيز انا مصايباه في الدار ودايراه في الفريغو باش تنفطر انا ديما، وحتى اليوم غنفطر به، حيت نتوما عارفين ما كناكلش لي كوفغ وداكشي ديال الدهنيات بزاف، وهذا زعما رانا دايره الحمايه. وهادو في نفس الوقت يعجبوني، دهنت اليوم شويه ديال الزيت ودايره فيهم الزرارع، كاع الزرارع البنات راه دابا ملي تبداو يسخنوا الريحه ديالهم عاطيه في فنه، وتيجيو مقرمشين، انا تيعجبوني بزاف، وسيرتو ملي تيكونوا باقا سخان. صافي، هنا وجدت الفطور ديالي، حطيت كيف ما قلت لكم داك الخبيز، حطيت شويه ديال الزيتون، شويه ديال الزيت، شويه التمر. فطورنا الحمد لله،
والشكر لله عليه. فطورنا البسيط كيف شاركته معكم صافي هنا كيف ما شفتوا لي كوفخ ولاو تيتزولوا بسهوله وتيجيو محمرين ومجمرين وزوينين، جاوا صادقين وحق الله. صافي كملت هنا الكميه البنات هذه اللي بقات ليا كملتها. تشوفوا الماكينه ديال لي كوفخ كي ولات، بدات مسكينه نادبه حنكها ولات حالتها، غنحاول ملي غنسالي عاد نمسحها ما غنخشيهاش في بلاصتها هكاك. صافي البنات كيف ما شفتوني ها هو الفطور ديالنا وجد، وغندوز اليوم انا مشهيه قهيوه قهوه، ولكن البنات كيف ما عارفين راه قهوه بدون سكر، وبغيت نديرها قهوه متوله كيف ما تعرفوا عليا نهار اللي نبغي قهوه نهار اللي نصيبها تكون متوله، المهم تكون على حقها وطريقها. هنا غندير نسكافي سبحان الله، يعني تشهيت نسكافي، غنصايب نسكافي درتها في الكاس وخديت واحد بريرين هكا بالعالي درت فيه الحليب صغير باش ملي نخوي داك الحليب نهز يديا وندير ليها الكشكوشه باش تجيني قهوه من داكشي اللي بغيت نبيت. صافي غنجلس نفطر ونرتاح شويه ونجلس نهضر مع وليداتي حيت راه كيف ما كتعرفوا الدراري نهار السيمانه كامله جري عليا نجري عليك، ومساكن تيمشيو بكري وما تلقاوش الوقت باش نهضروا معاهم ونجلسوا معاهم، وملي تيجيو التمارين ها صافي ملي تيكون الويكاند ولا شي عطله راه حنا تنجلسوا ناخذوا راحتنا في الفطور، وديك الساعه عاد نوضوا نقضيو الشغل. هذاك الصوص البنات اللي شفتوني صايبين راه هو هذاك اللي جهدت اليوم ليكو. وهنا البنات دزت للصاله كما تتعرفوا الدراري كي تيديروا ديك الصاله ما تقولوا غير النهايه ديال شي صوب كل مخدم لا حيل. وهنا البنات راه واخا هكاك راه ايه راه حاولت تجمع لي دوك اللعاب ديال بيان وشحال من حاجه جمعاتهم قبل ما نبدا نجمع انا الصاله ملي كنت كنصيب الفطور، غير هاد المخادم لاحين وداكشي التيليكوموندات وشحال من حاجه تنحاول انني نستفهم. البنات قولوا لي الراي ديالكم في الصاله، مازال ما كملتهاش داكشي علاش ما شاركتهاش معاكم، قلت نهار اللي نكملها ونجيبوا الطابله ان شاء الله ونشاركها معاكم. شرينا صايبنا البونجات بالحق صايبناها مع السيد، هاد هو البونجات البنات راه من نوع جيد يعني خدينا البصمه وما نعرف واش ثلاثه بصمه ولا اربعه والله البنات ما عرفت راجلي اللي مشى عنده، ولكن راه من كيف ما قلت لكم من نوع جيد. تعرفوا الحاجه الواحد اللي غيجلس عليها ولا اللي غي بعد مره يجي عندك شي حد ينعس عليها خاصها تكون حاجه صحيه ما تكونش مضره، واخا تكون حاجه بالثمن الواحد يصبر. وعلى حساب البلانش والطبله مازال البنات ما درناهم شويه بشويه ودقه دقه، الواحد ملي تيقول احنا بحال يلاه بادين بحال اللي اول مره غنفرشوا حيت تجي شويه صعيبه نتوما عارفين المدرسه وداكشي. المهم ما ندخلوش في الديتاي خلينا في النشاط والحيويه ديال نهار اليوم، والحمد لله والشكر لله هي هذه الحياه غاده. الانسان من تكون الصحه ويكون راحه البال ويكون مجموع مع وليداته هذا هو الاهم، داكشي الاخر ما تيهمش راه كاين بحال الانسان تيكون بعد مره مفرش والفراش موجود داكشي ما تيجلسش فيه، ولكن كيف ما تنقول ديما انا كتعجبني الحاجه اللي تجي دقه دقه وبشويه والانسان تيديرها بواحد التعب واحد الشوق تجي زوينه. الحياه عاوتاني اذا كانت سهله وغدا هكاك راه تكون سامبل. هنا البنات كما شفتوا راه الزربيه ما جاتنيش على قد السداد قد قد، ولكن معليش جات هي جات جباتني. وهنا السداده البنات راه مفرشه لهم البلاستيك باش ما يهزوش ديك البروده ديال الارض، وديك الزربيه راه تبارك الله عليها مسكينه كتكون حالتها ولكن ما تتبانش هذوك الزرابي ديال كامل تبارك الله عليهم، غادي تنهزها ونفضها تتخرج داك اللي في قلبها تتخرجو تنقول لها فيك انتي مخبيه. ايوا هادشي اللي كاين. صافي دز دابا للبيوت ديال ولادي كتعرفوا عليهم راه كلشي كلشي المحفظات ديالهم الكتوبه ديالهم ستيلوات كلشي هنا عاد تنبدا نجمع ليهم واخا باين واخا سير جلسي وهاد البنات واخا سير جلسي هذا راه يوم ما يمكنش نهار ما نديروش هادشي اللي تنديروه دابا راه الله يحسن عوانا وصافي تيتكرر وما تيساليش، والانسان اللي تبعو راه ما غيساليش. هنا تتشوفوا البنات النمسيه ديال الدراري خدايا منهم هادشي كلشي اللي كتشوفوا النمسيه وداكشي ولا المقيط ولا هذا راه كاملين ثمن مناسب مشينا للحويجات زوينين وفي نفس الوقت الثمن زوين، ما حاولتش نبالغ ولا انني نجبد ونعلق باش نتفلق لا، حاولنا اننا نديروا لهم فراش زوين وبسيط ورخيص، درنا لهم البونجات درنا لهم هذوك
الحوفه الحوفه وعاد البلانش، ولكن زوينين كيف ما تشوفوا. والكفر اللي حتى هما والريدو عاد درناهم هنا، لان الكوزينه كتشطح وتتغني. صافي كيف ما تتعرفوا عليا ديما الناس اللي متبعيني، انني تنحيد الروينه ديال الدار ديال المهم الصاله وبيت الدراري، بيتي انايا لا بابوات حاشاك الحمامات كلشي غنحيدون كيف ما مولف انا لهيها هنا. راه نديرو ما تيجي عندي حد، ولكن واخا هكاك ولفت ليه تيجي عندي الناس وداكشي، تنحاول نحيد الدار هي الاولى، نجمعها ونغادها ونشطب كلشي باش اللي جا سبحان الله يجي يدخل بعدا يجلس هو الاول، والكوزينه تبقى من بعد. داكشي السيستم اللي مشيت عليه من الاول انا مازال غادي عليه، حيت الكوزينه ملي تدخلي ليها راه تتشدك ما تتبغيش تلقك. صافي يعني لا دخلتي ليها راه ما عاد تقوليش غنمشي نجمع هاد الصاله ولا غنمشي نجمع البيوت ولا صافي، يقدروا يبقاو لك حتى العشيه ولا يقدروا ما تصايبيهمش كاع. انا نحيدهم هما ونتقدى شي حاجه اللي كانت غنجيبها من برا، نحيد داكشي كامل اللي غنجيب نتهنى منه عاد ندخل لمولات الكوزينه، حيت كما قلت لكم راه كتشد يعني تجلسي فيها النهار كامل وانت في الكوزينه. صافي هنا بنات شفتو معايا تنحاول نحيد هذاك ديال باش خبز بس طيبت لي كوف، حيدتهم وغسلتهم البنات، غنغسلهم وغنمسحهم مزيان ونخليهم قدام الشرجم ولا نخليهم غير في الطاجين حتى ينشفوا مزيان باش ما يستويش لينا، حيت لا بقات فيهم غير قطره ديال الماء راهم تيخسروا. هذه زعما نصيحه مني، ما تخشيوهمش غير تمسحوهم وتقولوا راه صافي مسحناهم وغنخليهم راهم تيصديو، لا هما ولا الماكينه ديالهم. انا حتى هي غنمسحها مزيان وغنخليها فوق البار فوق البطاجي ديال الماء. والله ما تنحشمي والله، اشوفوا البنات شحال صعيب شحال وانا تنهضر راه بديت تلف بال ليا، ولكن معليش غنكمل معاكم. صافي غنمسحها مزيان وغنتقلب لك العجينه اللي كانت طاحت فيها كيما شفتوا شحال من مرات زعما بالعجينه راح تبعد معاها الكوب تنفيض بحال هكا وتتوسخ. وندوز للمواعين اللي ما غنشاركش معاكم، وانا كنقسم المواعين ما بغيتش نعطيكم واحد الطاقه سلبيه، خلينا غير في الشغل وجري عليا حيت المواعين بعد المرات يطلعوا الدم، ولكن معليش دغيا دغيا غندوزهم وغنحاول نصبر معاهم علاش لا. صافي هنا جبت الكوزينه تقريبا كامل داكشي اللي خصك الفوار هاي تحيد حيدتو، والماء اللي عاد غسلو حطيتهم حدا حدا لابابو، هنا تستنات البوطه غنغسلها مزيان من داكشي من العظم اللي فاتو، درت طحت فيها شحال من حاجه غنحيدهم وغندوز معاكم للغدا ديريكت. اما هذاك الوقت كامل اللي كنت نشارك معاكم وانا كنفكر اشنو غندير للغدا، اشنو غندير للغدا، داكشي التفكير ديال الحياه كامله. بعد مره كنبقاو نفكروا في الليل اشنو غنديروا غدا، ولكن ماشي مشكل لقيت الحل. هنا البنات غنصيب الروز، الروز بالخضره ضيف الدجاج شويه ديال الملحه وشويه ديال التخميره وشويه ديال الابزار وشويه ديال الخرقوم. صافي غناخد مطيشه تقريبا شي معيقه ديال مطيشه وتسكين كبيره البنات، درت معيقه صغيره صافي. البزار مش كبيره انا درتو، البزار كندير انا غير شويه كيف ما متعود انا عليه ديما، ما تنبغيش كثر البزار. ايوا صافي درت هنا في الخضره الصبر والمعدنوس، درت الفلفله، درت الفيزو، درت كورجيت، شحال من حاجه شفتوني كنبوي مطيشه ديال الحب معلقه كبيره، وعندي زلافه ديال الرز، وعندي تقريبا شي نص كاس ديال الزيت ما بين زيت العود والزيت العاديه. انا تنخلطهم اللي عنده غير العاديه يدير غير العاديه، تيجي هذا الراوس تيجي باي زيت. وكيف ما شفتوني غنحرك كلشي وغنديرو في المقله ديالي، وكيف ما دايره زلافه ديال الروز غندير جوج سلايف ديال الماء. الماء اللي طيبته انا من قبل طيبته وغنزيدو على هذيك الخضره والروز. صافي كيف ما شفتي هالروز ديالي انا البنات الروز راه كنغسلو وتنسقطرو عاد باش نزيدو، حيت راه فيا واحد الوسواس انا من جد تنقول واخا نكون شاريه كاع في العلبه ديالو يعني في هذا وفي البلاستيكه ديالو،
الكيلو ولا جوج كيلو ولا مو من بعد مراكش عندي في الخميشة، ولكن وخاطر كنغسلها اللي فيا هو هذا. واش نتوما قلت لكم بحال هذا تغسلوا الروز ولا لا؟ المهم انا كنغسل الروز. شحال من حاجه انا كنغسلها وهي نتوما تغسل، سبحان الله. كيف ما شفتوني هذه دابا الماء، تنزيد جوج زلايف ديال الماء وغنسد. كيف ما كتشوفوا راه المقله العجيبه فاش غنطيب الروز، كتحمقني في الروز، تجيب الروز ناشف والخضره في بلاصتها، الدجاج في بلاصتو، كتبقى مسيتفه وتجي زوينه بزاف. انا هاد المقله محمقاني، كنكذب عليكم، لا في الدجاج ولا في الخضره مع اللحم ولا كلشي كلشي، وتف هاد الروز هذا اللي تيجي على شكل بحال دابا بحالي انا دايره بايله، ولكن ما فيهاش غير حوت. فيها الدجاج، هاد الروز تيحماق على الدراري وتنبغيه انا بزاف. ما كنديروش بزاف، عاد تشوفوني راه ما تنديروش انا بزاف على ود، ما تنبغيش نغلق فيه، حيت لا درتو راه تيبقى في الثلاجه وترجع ليه مازال كيجي زوين. ما شفتو راه ما قدرتش ديال الوقت بزاف، ماشي بزاف، غير دغيا طاب هذا الروز المقله العجيبه اللي كطيب دايره بحال الكوكو. ما كنخرجش النفس تاع داك الجوا، كاين الجوا اللي الذهبيه جوا ولا ما عرفت، المهم هو داك الشيء اللي دابا هو اللي تيخليها طيب. صافي هنا الروز ديالنا طاب، غندوز باش نحطو قدامكم وتشوفوه كيفاش جا، جا رائع بزاف. وفي هذا البرد هذا نطلق على الروز والشوده والعدس واللوبيا والبيصاره والروز سخون بحال هكا، يعني هذا هما ديالي بصح في هذا البرد هذا شي ماطا واهربه لك لهاد البلا هذا. واخا حنا راه ما عندناش البرد بحال اللي هيها بحال الداخل، ما عندناش بزاف، مازال تلبسوا نص كوم، مازال تلبسوا الدراري الشورت. ايوا هادشي اللي كاين. بعد ما تغديت البنات كيف ما العاده غناخذ واحد البطون ديال العشوب، ديما غناخذهم من مور الغدا، ما كاين عا غنلقها واجي زعما باش نهضر. هنا عندي كاع ديال العشوب، عندي وحدين بالكركديل هذيك الكرويه، وعندي ديال النافع زوينين بزاف البنات. تناخذ وحدين قبل العشاء وحدين قبل الفطور.